السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شات جي بي تي جواه مواقع أخرى، يعني هو متوصل بمواقع أخرى ومعمول فيها انتجريشن بشكل قوي جدا. لو جينا هنا دي البلاجين، مش محتاج ان انت تعمل اي حاجة خاص عشان تاخد المعلومات من المواقع ديت. يعني لما بتسأل الشات جي بي تي هو بيبدأ ياخد معلومات من هنا. على سبيل المثال مثلا خلينا نسأله ما المسافة من القاهرة إلى روما؟ طيب هو الفكرة كلها شات جي بي تي 4 الوقت بتاعه انتهى. طيب خلينا نسأل مثلا مثلا القاهرة إلى روما، ما المسار بالسيارة؟ طبعا مش حد يعمل كده يعني، بس هو بنشوف الفكرة هيعملها ازاي. جميل جدا. طيب هو بياخد المعلومات دي منين؟ بياخدها من الموقع دوت. الموقع ده بتلاقي فيه حاجات خاصة بالسفر، في حاجات خاصة بالناس، في حاجات خاصة بالوقت، في حاجات خاصة باللغات، بالفلوس. موقع غني جدا اصلا بالمعلومات، وانا مش بتبلى عليه، هو كاتب كده، كاتب ان دي المواقع الاساسية اللي هو بيستعين بيها البلاجن ديفلوبر، استعانوا بيها على اساس ان هم لما تسأل يبدأ ان هو يجاوب. عندنا مواقع كتيرة جدا، تمام. في مثلا ده تريب بلان، ده برضو ممكن يفيدنا برضو في موضوع الرحلات. في دوت ده بيعمل انتجريشن بين يعني تطبيقات كتيرة زي تريلو، زي جيميل، زي جوجل شيت. يعني مثلا اقول له لما يجي لي ايميل معين ابعته لي كوبي منه على جوجل شيت، قول لي في جوجل شيت اكتب لي ان في ايميل جه من فلان الفلاني ومفروض ارد عليه في الوقت الفلاني، وهكذا. تمام، هتلاقي مواقع كتيرة جدا هو بيستعين بيها. دي حاجات خاصة بالفنادق والرحلات والحاجات دي كلها، هو بياخد المعلومات الخاصة بالرحلات من موقع زي دوت. ده مثلا موقع خاص بالرحلات، فلما تسأله رحلة معانا من مكان لمكان بيجاوب من هنا. في برضو لو انت عايز تشتري حاجة، تمام، تعمل مقارنة مثلا بين اجهزة تليفونات كتيرة، بين اجهزة موبايلات كتيرة، بيجيب المعلومات من هنا. هنا ده موقع اسمه ميلو سكرين شوت، مكتوب في الموقع ان هو بيتكامل مع شات جي بي تي 4. في موقع مثلا اوبن تيبل، ده خاص بان انت بتحجز مطاعم. كل دول بقى مدمج جوه الشات جي بي تي. ده الموقع اللي انا قلتلكوا عليه، ده انا مستخدمه كتير جدا عشان مثلا لما اشرح حاجه على اليوتيوب اوتوماتيك تتبعت على الفيسبوك او تتبعت على التويتر وهكذا. ده خاص بالترجمة، وده الموقع ده خاص بحاجات كتير جدا زي ما قلنا، تمام. في حاجات حسابات، حاجات في الهوايات، حاجات في كذا. فهو لما بسأل شات جي بي تي هو بيستعين بالمواقع ديت ويدينا النتيجة منها. انا لو دخلت على الموقع دوت وحاولت ادور على المعلومة المسافة من القاهرة لروما ممكن اتوه، هنا جاوبني عليها على طول.